نظمت مؤسسة حياة كريمة حلقة نقاشية بكلية العلوم بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة حول تاريخ وأنشطة المؤسسة بمراكز المحافظة. وتناولت الحلقة النقاشية تاريخ المؤسسة ومشروعاتها في محافظة البحيرة وكيف بدأت مشروعاتها قبل أن تشمل مراكز متعددة حاليا. كما استمع منسق مساعد المؤسسة إلى آراء الطلاب حول مشروعات المؤسسة وأكد على إيصالها إلى الجهات المعنية لتذليل أي معوقات. النهاردة تشرفت كلية العلوم باستضافة ندوة تعريفية عن حياة كريمة. شهدت الندوة حلقة وطنية من النقاش المتبادل بين الطلاب المشاركين والسادة القائمين على تنفيذ الندوة. المناقشات كلها كانت بتدور حوالين ايه هي محاور مبادرة حياة كريمة، ازاي بيختاروا المشاريع وازاي بيختاروا الاماكن اللي بتتنفذ فيها المشاريع. الحوار والندوة عكست مدى ادراك الشباب المصري على الانجازات اللي بتقوم على ارض الواقع، ووضحوا قد ايه انهم على قلب رجل واحد وراء القياده السياسيه، وانهم مستحملين بعض الامور اللي صعبه على ارض الواقع في سبيل تنفيذ المبادره الوطنيه العظيمه اللي هي حياه كريمه. طبعا هي الطلبه كانت موجوده النهارده، الطلبه يعني كان عندها شغف كبير جدا انها تسمعنا وتسمع عن حياه كريمه. احنا قعدنا مع الشباب، احنا بنسمع الشباب كلها، سمعنا متطلباتهم، عرضنا عليهم احنا بنعمل ايه، التكلفه بتاعت الحاجات دي قد ايه، التحديات اللي بتواجهنا، ايه السلبيات اللي احنا بنحاول نحلها. عرضنا عليهم ان هم يتطوعوا يكونوا موجودين معانا، يكونوا هم الناس بتوعنا على الارض. انا بشوف ان الثمره الاساسيه اللي حصلت في حوارنا النهارده مداخلات الطلابيه ومناقشاتهم للمنسق العام للمحافظه، واشاروا لكل في قريته ايه اللي شافوه من ايجابيات، وطبعا اشاروا لبعض السلبيات.